اهلا بكم يا جماعه في حلقه جديده من جود كينج هيستوري. الكوره بتتكلم عن كل الحضارات من بدايتها لنهايتها، والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن اول ملك من ملوك الاسره الخمسه، وهو مؤسس الاسره الخمسه الملك اوسر كاف. وقبل ما نبدا نتكلم عن الملك اوسر كاف، احب اوجه التحيه والتهنئه لمنتخب مصر، منتخب الرجاله اللي قدروا فعلا يفرحونا النهارده وفعلا غلبوا منتخب الكاميرون صاحب الارض والجمهور، رغم ان كان في حاجات كتيره جدا تمنعهم من الفوز، كان منها الاداء التحكيمي السيء والملاعب السيئه، بس كله النهارده كان رجاله من اول اللعيبه والجهاز الفني حتى الجماهير، كله قام بواجبه النهارده على اكمل وجه، فعلا فرحونا، وان شاء الله الكاس الثامنه مصريه 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 ان شاء الله. ونبدا بالمقدمه على الملك اوسر كاف. هنقول ان الملك اوسر كاف واحد من فراعنه مصر القديمه، وحكم مصر مده من بين 7 سنوات لـ8 سنوات في اوائل القرن الـ25 في عهد الدوله القديمه، وبيعتبر مؤسس الاسره الخامسه. وفي بعض الاراء المهمه لبعض علماء الاثار بتقول ان الملك اوسر كاف كان بينحدر من العائله المالكه، وبالتحديد في الاسره الرابعه في عهد الدوله القديمه. وعلى الرغم من ان اسم والد ووالده الملك اوسر كاف مش محدد بالظبط، الا ان في اراء لبعض علماء الاثار بتقول ان مرجح ان الملك اوسر كاف يكون ابن الملكه خنت كاوس. وفي بعض الاراء لبعض علماء الاثار بتقول ان الملك اوسر كاف ابن واحد بس، واسمه ساحوراع من زوجته اللي تدعى نفر حتفس، وساحوراع خالف ابوه الملك اوسر كاف في الحكم. ومن الظواهر المهمه اللي كانت في عهد الملك اوسر كاف ان الاله رع اصبح هو الاله الرسمي في الدوله، يعني هو على راس الالهه في الدوله، ودي من الظواهر اللي شهدتها الدوله في عهد الاسره الخمسه. في بعض الاراء اللي بترجح ان الملك اوسر كاف كان كبير كهنة رع في عهد الدولة القديمة، واللي بيأكد ان الاراء دي حقيقية بقوة ان الملك اوسر كاف بنى معبد لعبادة الشمس، وكان المعبد ده اسمه نخن رع بين قارة ابو سير وقارة ابو غراب في مصر. وبالطريقة دي قدر الملك اوسر كاف ان هو يقوي عبادة الاله رع في مصر، ويخلد ذكرى الاله رع في مصر لمدة تصل لـ80 سنة دام خلالها حكم الأسرة الخامسة. وبنى الملك أوسر كاف هرم ليه عشان يخلد ذكراه في مدينة سقارة، قريب جدا من هرم الملك زوسر، والمكان ده أكبر المعماريين في عهد الملك أوسر كاف إن هما يبنوا المعبد الجنائزي في مكان غير اعتيادي وغير معتاد في عهد الأسرتين الرابعة والثالثة. المكان ده موقع في جنوب الهرم. من مميزات هرم الملك أوسر كاف انه كان اصغر بكتير جدا من اهرامات الاسره الرابعه والاسره الثالثه، والمعبد الجنائزي كان مزخرف بشكل كبير جدا، والنقوش اللي كانت عليه كانت مميزه بانها نقوش بارزه عن الحائط. وبالاضافه لهرم اسر كاف اللي موجود في سقاره، بنى هرم تاني ليه اصغر بكتير من الهرم الاول ليه. الهرم ده بيعتقد انه جنب مقبره او احد اهرامات زوجات الملك اوسر كاف. وعلى الرغم من ان الملك اوسر كاف بعد وفاته تم تقديسه في نقوش جنائزيه زي خلفائه في عهد الاسره الخمسه، الا ان الملك اوسر كاف ما كانش مهم قوي زي خلفائه في عهد الاسره الخمسه، وتم التخلي عن عباده الملك اوسر كاف بعد انتهاء وتدمير الاسره الخمسه. وللاسف مفيش معلومات كتيره جدا عندنا كعلماء اثار عارفينها عن الملك اوسر كاف وعن انشطته، عدا طبعا بنائه الهرم اللي موجود في سقاره ومعبد الشمس. ودلوقتي يا جماعه هنتكلم عن عائله الملك اوسر كاف، ونقول ان الملك اوسر كاف بيعتقد عالم المصريات ميروسلاف فيرنر انه كان ابن الملك منقرع من احدى زوجات الملك منقرع طبعا، وبيعتقد برضو انه كان اخ شقيق للملك شيبسس كاف. وبيقترح بعض علماء المصريات زي نيكولاس جيريماك وبيتر كلينتون ومايكل رايس ان الملك اوسر كاف ابن الملكة نفر حتبس، واللي بيعتقدها بعض علماء المصريات انها ابنه للملك ديكديف رع والملكه حتب حرس الثانيه. ودلوقتي هتنقل معاكم للكلام عن اولاد الملك اوسر كاف، ونقول ان بعض علماء المصريات بيؤكدوا ان ساحوراع هو ابن الملك اوسر كاف مش اخوه الشقيق زي ما ذكر في برديه تدعى باسم برديه وستكار. والدليل اللي بيؤكد ان الملك ساحوراع ابن الملك اوسر كاف نقش
بيظهر على هرم بنى جنب هرم الملك أوسرقاف مباشرة. النقش ده عبارة عن اسم الملك ساحوراع وجنبه اسم والدته الملكة نفرحيتي. الحجة الإضافية اللي بتدعم إن الملك أوسرقاف يعتبر والد الملك ساحوراع مش أخوه، إن موقع هرم الملك ساحوراع مبني على مقربة شديدة جدا من معبد الشمس اللي بناه الملك أوسرقاف وقت حكمه. وما قدرش علماء المصريات ان هم يعرفوا اي اسماء تانية لاولاد تنين الملك أوسرقاف باستثناء ابنة واحدة. الابنة دي اسمها خيامات، عسر على نقش ليها على مصطبة واحد من المسؤولين المصريين في عهد الاسرة الخمسة. المسؤول ده اسمه بيتا حشبس. ودلوقتي يا جماعة هنتكلم عن فترة حكم الملك أوسرقاف، وبيقولوا ان مفيش اجماع على مدة حكم الملك أوسرقاف. بعض علماء المصريات اجمعوا حسب الادلة التاريخية والاسرية اللي معاهم ان دام حكم الملك أوسرقاف من 7 لـ8 سنين في اوائل عهد الاسرة الخمسة في عهد الدولة القديمة. وبيظهر تحليل السجلات الملكية للمملكة القديمة في عهد الاسرة الخمسة ان مدة حكم الملك أوسرقاف اتسجلت في 8 اقسام. الـ8 اقسام دول تم تسجيلهم في 7 سنوات مش اكتر من كده. وقدروا علماء المصريات ان هم يتأكدوا من مدة حكم الملك أوسرقاف لما قدروا ان هم يعثروا على حجر موجود داخل معبد الشمس مدون عليه مدة حكم الملك أوسرقاف. وبتظهر بردية تورينو ان مدة حكم الملك أوسرقاف بتوصل لـ7 سنوات بالتحديد. وبالاضافة لكل ده ان علماء المصريات عثروا على عدد قليل جدا من القطع الاثريه. القطع الاثريه دي بتعود للملك أوسرقاف، وهي بتشهد على مده حكم الملك أوسرقاف اللي كانت قصيره جدا، ومن ضمنها جره مصنوعه من الديوارت ومطليه بالذهب. وتم العثور على قطعه من الحجر وزنها 5 دبين وختم اسطواني حجري، والاثار دي كلها محفوظه في متحف المتروبوليتان للفنون. وكمان عثروا على الختم الحجري ده موجود في مدينة أرفنتين، وعثروا برضو على ختم اسطواني تاني مصنوع من العاج محفوظ في المتحف البريطاني، وختم اسطواني عاجي برضو زيه تاني غيره محفوظ في متحف بولاق. والمصدر التاريخي الوحيد اللي بيؤكد ان الملك أوسرقاف حكم مصر مدة طويلة هو كتاب تاريخ مصر اللي اتكتب في عهد الملك بطليموس الثاني بواسطة المؤرخ اليوناني مانيتون. وموصلت لناش اي نسخة محفوظة من كتاب تاريخ مصر اللي تعرض للتلف والضياع خلال عصور مصر، بس الكتاب ده عرفنا عنه معلومات عن طريق كتابات بعض الكتاب اللي وصلت لنا بعد وفاة مانيتون. وبكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، وان شاء الله الحلقة الجاية هكمل كلامي معاكو عن الملك أوسرقاف وفترة حكمه وهرمه وحاجات تانية كتير. وهتلاقوا لينك الفيسبوك والتيك توك بتاعي تحت في الديسكريبشن. منسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم.